إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدناكم نلتقي في هذه الأمسية الرياضية مع الأسرة، أسرة الكرة الحديدية. هذه الرياضة التي عرفت تطورا كبيرا في مدينة الحالمة مسعد، في ولاية مسعد المنتدبة. راح نشوفوا النوادي الرياضية، تأسيس النوادي الرياضية، نتائج أو إنجازات النوادي الرياضية، ثم النقائص ومطالب هذه الرياضة. إذن يحضر معي يمينا، يحضر معي النجم الشيخ سعيد بن رمان حفظه الله، بالقاسم احد لاعبي الكره الحديه، اقدم لاعب كره الحديه، اقدم لاعب بفضله بدات تتاسس الكره الحديه. الاخ ابو القاسم تته كذلك، الشيخ بن عطيه ابو القاسم رئيس نادي سونا الغاز، والشيخ بكريا رئيس نادي كذلك. إذن بدينا نبدأ الجلسة هذه جلسة رياضية بحتة خاصة بالأسرة، أسرة كرة الحديدية. بداية مع الشيخ بكريا، ممكن تعرفنا بالنادي، النادي اسم النادي نتاعكم، تأسس النادي وكتأسس النادي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نرحب بك يا شيخ بلالي، كفى خيرك، أول واحد يدير لنا اللبسة هذه ويجي يشوف النشاطات تاعنا. النادي الرياضي أسسناه في 2016، قبل 2016 كنا ناشطين فرع كرة الحديدية باسم حي المجاهدين، كان وقتها عمام عمر الشيخ عمام عمر الله الصحابي يحفظه ان شاء الله، قريب من 2013 حتى 2016 كنا ناشطين فرع، ولله الحمد بفضل جماعة بفضل الرجالة جبنا درنا أسسنا نادي 2016، افتتاح تاعهم 2016 هو ينشط أول نادي رياضي بالنسبة للكرة الحديدية، ولله الحمد صلنا وزلنا معظم الولايات، بقاونا كاش خمس ولايات ولا ستة ونكملوا إن شاء الله 48 ولاية ونزيدوا نلعبوا إن شاء الله 58. نبداو لجدد، نبداو لجدد ولايات جدد إن شاء الله، إن شاء الله نكملوا 58 ولاية إن شاء الله، ممكن حتى ال 65 ولاية حتى إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. إذا الشيخ بكريا عندما تكلم عن هذه الرياضة، هذه الرياضة ممكن المجتمع المسعدي شوية غريبة عليه، شوية غريبة عليه وما هوش عارف باللي راها فيها خير كبير للبلاد. مجرد أنك تنظم دورة للكرة الحديدية في البلاد، قادر لحق حتى 3000 جوار تدخل البلاد على مدة نهارين، خميس وجمعة. صح. أنها تزورها أكثر من 3000 جوار، هذه راها فضل كبير ياسر، أنها من كل ولايات الوطن. ونشوف الله يبارك، حاجه نظن مش حاجه سهله. كي نقولوا 3000 رياضي معناها كي نشوفوا قال مقاهي في يومين، المقاهي والمطاعم كل شيء يخدم، والنقل يخدم، النقل يخدم، حتى الحفاف يخدم، على ما يخدم سبحان الله، اللحم وله هو ثاني ويخدم. صح صح، فيها فضل كبير ولله الحمد. هذه هي انجازات اللي رانا تحصلنا عليها. كنت تحكي لنا شويه على الانجازات، شويه هناك محطات افضل من محطه، هناك محطات برهنتوا فيها وكنتم نجوم، وكاين محطات اخفقتم فيها. برهنا في كل الدورات، معظم الدورات مانيش ساهلين اللهم لك الحمد باش بايو معناها قال مانيش ساهلين باش نطيحوا، بنا بجبد الكارت فينال، هذه فيها بجبد الدورات الكبار ديما كارت فينال، الدور 16 معايا صح، عندنا ولحقنا ثاني فينال، هذه حسين مسعود، هذه فينال حسين مسعود، اي بالنسبه للوطنيه المحروقات كاينه زلفانه، كاينه اول كاس، راني ما اعطونا اول كاس، نعم اول كاس، اول كاس عزيز عليا حتى والحاله نتاع غرها ما تعجبش بالصحه مازال عزيز عليا، اول كاس هذه دارتها دوره في اي دارتها دوره دارتها في عموره، داروا دوره ثم صح. اول كاس لينا عزز علينا هذا كاع ثم اي مانيش سامحين كاع كاس صح، راها راها ذكرى جميله، ذكرى اي ذكرى جميله في 2013. من تحصل على هذا الكاس؟ تحصل اي كاس نتحدث مع الشيخ الرمان الساعي مع الاخ هريمك محمد سعود لك، الاخ مسعود سعود لك ان شاء الله، نتكلموا شويه مع هذا النجم هذا، تعرف هذا يا عنده سر، هذا عنده سر، مانيش عارف السر، اسكو في معاملته، في ابتسامته، في
الرياضي حتى يكون حتى بلا جوزين الرياضي سبحان الله حتى الله يبارك ربي يعاونك ان شاء الله. سعيد انت كنت باسكيت كنت كرة سلة بداية كنت في كرة سلة كرة سلة وتحصلت على المرتبة الثانية وطنيا في ستيف مرتبة ثانية ك كيما نقولوا حنا لي سيليكسيون ديروها كولاية ديروا ديروا اللي اسمه الدور الوطنية كيما نقولوا في صح درتها كمسعد انا فريق مسعد تحصلت على مرتبة ثانية في ستيف ثانية وطنية. في أي سنة دي؟ في 1995 صح. ممكن كنت حكيت لي في الكواليس في الصيف استقبلوكم استقبال كبير ربي يحفظك ان شاء الله. شنو سر قصتك مع الكره الحديدية؟ انت كنت باسكيت للتذكير فقط. كان عندي صديق ما نسولك كاع شيخ بيلة شيخ بيلة اول من انشا الكره الحديدية هنا في مسعد كره حديدية سابقه راه كانت كاينه هذه الوقت فرنسا كانت كاينه وبعد جابوها لزيميكري كيما نقولوا حنا في فلاساو عند القبط الله يرحمه الله يرحمه يلعبوا فيها يسموها جرو جرو يمشي يلعبوا فيها في الشعبه كما يقول لي مسيسي براحتك صح يلعبوا فيها تتقمص هذاك عندنا نشوفوا فيها تتعلم منها شويه انا رحت التكوين التكوين تعلمت في التكوين في 1900 و بس انا نعطيك اكزاكت 90 تعلمت في 90 التكوين تاع سوميتو في جبل وبعد جينا لقيت شيخ بيلا هذا قلت لك اسسنا رابطه درنا مجموعه اسسنا رابطه نادي ومن بعد درنا الرابطه الاولى هي الكره التحديديه الكره التحديديه في جلفة درنا في 2001 وبعد ذات انطلاقه وبعد ذات الله يبارك فيك شوف الجماعه كبرت الله يبارك كثرت النوادي كثرت نادي رياض الله يبارك نادي رياض نعم نادي السلام نادي سونيغاس نادي مولوديه الشعبه نادي الحريه والله يبارك راه ارشف هذه انجازات تاع نادي واحد انجازات على نادي واحد معنا كنجيبوا كاع لنا النوادي ما تفرشوش والحادثه الباقيه تاع الناسيونال اللي ديتوها ناسيونال رياض دي الناسيونال زلفانه تعديل فني سنعود اليها بجزئيات خير نتكلم معنا ثاني بالقاسم هذا عنده ثاني واحد اللقطات الله يبارك تريح سبحان الله كاين ناس كي تريح معاهم تعود مريح ما الله يحفظك تعود مريح مانيش عارف السر وين لا يكسو زين وشني قصتك مع الكره الحديدية كاع زينين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيلا ذاك الوقت خويا بيلا عبد الله هو سعيد ذاك الوقت في 99 احمد بزين المبروك كاع جماعة جماعة المسعود جماعة ايام لا يجوا يلعبوا في الباطيمات كان عندنا الاستاد نمشي من المدخن هنا نلعبوا ثما اي عدنا نلعب معاه بطلنا حبسنا وقعدنا نلعب من بعد 2007 اش تما جبت روحي شوي عاودت رجعت في 2016 تميت معاه الله يبارك الحمد لله شنو السر في كل حد ممكن كنت تروح مثلا انا كنت نقول روح العب كل حد ما صراحه ما حدها ما انا لازم ندريب لي انا واحد من الناس كنت نفوت على هذو الجماعه انا كنت نفوت على هذه الجماعه ما كانت عندي علاقه كاع بالكره الحديديه صح كي نشوف فيهم يلعبوا في الليل ودايرين النار وشعلوا يحموا في ليبول نقول هاد العباس راه صغير راه هادي خلات قاع الرياضات وراهم يلعبوا فيها بعد من الاسنان من الحب حتى حتى تبيناتنا والله ماني قادر نبطلها واللهم لك الحمد الحمد لله يقول الهواري ابو مدين تعرفه تاع الكيك بوكسينغ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه لكم ومجموعه كل الذهبيه كل الحديه التي شرفتنا في عده بطولات ان شاء الله تبقى النجاحات تبقى التالق وال روحوا للسونالغاز ممكن وقت تاسس فريق او نادي السونالغاز نادي تاعنا احنا السونالغاز نادي الرياضي الهوشي في السونالغاز هو كان نادي فرع تاعو كرة القدم حبسنا كرة القدم وقلبنا الكرة الحديدية في عام 2019 تأسس النادي في ابريل 2019
وهذا اول عام لينا انجاجمون في الكره الحديديه. صح. كنا لاعبين سابقين في نادي الرياض مسعد، وقبل نادي الرياض كنا في حي المجاهدين، وقبل هذا النوادي كنا في نادي السلام في عام 2013 2012 2010. هناك حاليا ذكرنا في نادي وحدنا ندوروا على رابطه وحدنا رابطه ان شاء الله نديروا رابطه في مسعد الرابطه الكره الحديديه. الرابطه الولايه الكره الحديديه تعود ان شاء الله باسم مسعد ان شاء الله. ان شاء الله باسم ولايه مسعد، نتكلم دائما لاننا اليوم اصبحنا ولايه. نتكلم ان شاء الله بالولايه ان شاء الله. نعود اليك. ممكن الكره الحديديه هنا الكثير من المسؤولين ما يعرفوش ثقافه الكره الحديديه، وهذه عندنا هذه حاجه ما ننكروهاش، لا يثقفون الكره الحديديه. كيفاش نوصلهم بلي هذه راه رياضة حقيقية؟ رياضة حقيقية، رياضة أولمبية يعني، راه منتخب عندها منتخب راه ينشط الله يبارك، راه داير إنجازات دولية. راه نعم فيها كأس العالم، ماهيش حاجة ماهيش تشوف فيها لعبة وخلاص. أي نظن أي رياضة تدخل الرياضات الأولمبية راه عندها حاجة. صح صح. وراني قلت لك فاتو قلت لك راه على عندها واحد الخير كبير، انها الدوره تاعها تلحق 3000 ولا 4000، كاينه دورات لحقت 4000 شخص. هنا لو كانت تنظم دوره تاع كره القدم راك احتمال مثلا المناصره ما يلحقوش هذا العدد. مستحيل. ها مستحيل مستحيل. شفناهم حنايا لو كان تعود ما عندكش لينيتي ما تلقاش صاحبك تروح تتحكم بلاصه حتى تمشي صاحبك. من عدد المشاركين الشيخ اللي نحكي عدد الناس اللي تلعب مش عدد المتفرجين. إذا كانت عند المتفرج راه حاجة أخرى كاع. مادام نتحدث معاك على حكاية اللي يقول وما اللي يقول الكرة الحديدية، نشكر الشيخ سالم بن سالم راه مدير دار الشباب الشهير مطرش مصطفى، كثر خيره وربي يحفظه إن شاء الله. هو أول من استقبلنا، هو أول ما أعطانا أعطانا المزاولة نشاط وإثبات المقر، بارك الله فيه يعطيه الصحة. هو اللي قالنا تفضلوا كلش ليكم واش تحتاجوا راني هنا على عين الراس. كانت دار الشباب بيناتنا كانت في حاله لا يرثى لها، ولله الحمد بفضل الرجال رجعناها ان شاء الله ورده، ومازال رجعوها ورده ان شاء الله. ماذا بنا ان شاء الله يعاودوا شويه من ناحيه التوسعه. احنا كنا طامعين اننا يعد كاينين فيها ليبيرو بيروات باش يشدوا مكتب لينا خاص بنا. للاسف انهم خدموا حوايج ما ضيق ياسر، مش قادر ان نتحصلوا على مكتب. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نتحصلوا المكتب في ان شاء الله في الدخله نتاع مسعود، ونديروا ان شاء الله ورده في الدخله نتاع مسعود ان شاء الله. كي تاسس الرابطه يعود عندها مقر الرابطه الولائيه على ربي، ولا قراها من امنياتنا احنا اصلا. زايده فينا انني نجي داخل من هنا نلقى دخله خاصه تسر الناظرين. صح ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي على ربي. اعود اليك الاخ سعيد، ممكن المواطن او المشاهد ما يعرفش قوانين الكره الحديديه، ما يعرفهاش كيفاش تلعب الكره الحديديه، شنو قوانينها، كيفاش يربح، كيفاش يخسر. العديد لا يعلم اني حكم فيدرالي. حكم فيدرالي وطني. ايش معنى فيدرالي؟ وفيدرالي ومعنى وطني. وطني وطني صح. وقاد ريسكلاج وعيطوا له ريسكلاج باه ندير حكم دول. هذا نقول لك تلقاني نحكم في تونس ولا في فرنسا ولا ان شاء الله عادي. ان شاء الله عندها 120 قانون. 120 قانون. 120 قانون. احنا كهواظر احنا نستقطبوا في الناس، لانه كما نقولوا تزاير على الناس قال تحكيم وكذا وقلنا ما يجيك حتى واحد. هذه رياضه هم يحسبوهم الناس رياضه تاع ناس كبار برك. تعال في باقا روتريتيه وذا قيقصوا. هذه رياضه قلنا يا ودي الجزائر في روحها، الجزائر في 1988 ولا 87 تحصلت الجزائر على بطوله العالم ذكور، وتحصلت الجزائر على بطوله العالم اناث في الكره الحديديه من قصر البخاري. المنتخب تاع الجزائر لي زاتي تاعهم من قصر البخاري. هذه واحده. وزيد الرياضة هذه هي أي رياضة زينة؟ نعطيك معلومة، الرياضة اللي ما مارستهاش ما تعشقهاش. أنت شيخ بلال قلت لي نشتي نلعب لوطا وكذا نشتي ندريبي وندير تي بون صوالح. هذه لأنك مارست رياضة كرة القدم. صح. بصح كوني أي واحد يمارس الكرة الحديدية أنا مارس أسمع مارس كرة السلة الفولي مارس كاع الرياضات. هذه قلت أحلى رياضة بغض النظر الرياضة كاع زينة نقول. فلهذا هذه الرياضه نتمنى تترقى الى الاعلى في مدينه مسعد.
ولا بدنا نثمن الكلمه تاع اخي الشيخ مسعود رئيس نادي الرياض. الناس راه ارتقت راح تخمم في القاعات. قاعات مغطاه. ليساس ليساس سبيسياليزي تاع لي بول. راه في جافر راه يدخل في المشروع تاع لحد الساعه لحد الساعه نحوسوا قوي نلعب في الارضيه. في ارضيه وخاص. على ملعب تبحث على ملعب على ملعب خاص. الناس راه تخدم في قاعات. على حكايه قاعات مغطاه. بالاناره بالتريبين بكلش. وحاجه اخرى برك للتذكير برك. شهادة للتاريخ رئيس نادي الرياض مع المجموعة تاعو تهيئة تاع دار الشباب لطرش مصطفى هذا الشهيد لطرش مصطفى خدموا تريبين من مالهم الخاص تريبين الأرضيات خدموه من مالهم الخاص خدموا كاع هيئوها كاع كاملة تهيئة من والله 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 يوم جا مقاول وخدم الخدمة اللي خدموهم قاعد بروجي كبير وراكم تعرفوا مسعود شنو صاير فيهم. المهم الناس وحنا السيد رئيس المجلس البلدي باه نعودوا ندرجوا السلم الاداري. السلم الاداري نعم احترام السلم الاداري. اي الى السيد رئيس المجلس البلدي الشعبي البلدي مدينه مسعد. لبلدية مسعد مع الاعضاء تاعو. ثم ننطلق الى السيد والي ولايه مسعد المنتدى. عاونونا برك. ندير لكم حله قال الشيخ باكيوي قال ندير لكم حله ان شاء الله في الداخله تاع مسعد ندير لكم ملعب بالكم يجي يلعبوا فيه بالكم ما كيفطر واحد يجي يلعبوا فيه وبارك الله كيما نقصروش فيه احنا وما نلعبوش فيه احنا نعود واجهه الاولاد الاجيال الجايه تعود واجهه زينه حتى خلوا بصح تعود ديكور راه اصلا خدمتهم راه خدمتها حاجه الله يبارك الله يبارك سلام الاهل والسارة ما شاء الله عليهم صح خدمة ما شاء الله يقول الأخ المبارك بن دراح بارك الله فيكم أجمعين تحياتنا القلبية لأبطالنا الذين يبذلون الجهد وينقصون من جيوب وينقصون من جيوبهم من أجل مسعد ولا يبالون وجب على المسؤولين العناية بهم والاهتمام بهذه الرياضة العصرية رشيد بن الزين ربي يوفقكم إن شاء الله شوقي بن الهز تحياتي لكم والحاضرين كلهم باسمه تحية خاصة لأبناء الكلحادية وفقكم الله وزادكم نجاحات فوق نجاحات المبارك نعم شكرا للمايسترو السعيد ملك المواهب وصاحب الانامل الذهبيه. الله يحفظك. كي نقولوا الانامل الذهبيه معناها انت راه الصامر ولا شنو؟ موسيقى. موسيقى. بيتهوفن. ليتيز ديزل. لا. ابناء الصحراء. ابناء الصحراء. بعد حرز دي الله يلقوا على خير. اي. شيخ حرز دي الله يلقوا على خير. بيطول عمره ان شاء الله. بعد بيطول عمره ان شاء الله. بعد. ما حبيناش نقطعوا لي تراديسيون تاع مسعد. اي. التقاليد تاع مسعد. نكون كي حبسوا هما في العشريه. حنا كونا فرقه. وقحرنا في العشريه وقحرنا وراها دوك تشهد علينا راه هذا الاسماء التشويره تاعنا هنا في القاعه هنا تشهد علينا كاع ابناء الصحراء ابناء الصحراء ابناء الصحراء والشونتور تاعي هذا هو يجيب لنا جره دروك اه يعني هذا الشونتور جنيه شونتور هذا انا ملو ذهبيه وانت شونتور انا اخذ القسم هل ممكن انه الرياضي في كره الحديه يغضب ويخرج عن نطاق عن نطاق اكيد سؤال بقاش هي لعبه هاديه لازمك تعود تلعب ما كنتش هادي تعود تلعب في التيري والله ديت بوانتي والله حاجه لازم يعود الهدوء التركيز التركيز كاين ونسير مناوشات بينك وبين صاحبك اللي يلعب معك بصح حاجه خفيفه قال ابوي راك ملعب في الزين وما فيها لا عنف عنف كاع ما كانش لا عنف ما فيها لا كلام وناس اللي يلعبوا فيها كبار معناها الأئمة تلقاهم يلعبوا أساتذة مدراء عامون كوميسار أنتريتي كانوا يلعبوا معنا في الجلفة كانوا يسمعوا كبار مدراء عامون حاجة ناس محسوب احنا كيما احنا نقولوا فايقين للدنيا صح كاين واحد النداء نقولوا انا السيد رئيس بلديه مسعد صح السيد المختار بنش صح وماذا بيا باه ما نفوتش انايا والوالي من المنتدب في السيد الوالي راه جينا دي تورنوا بعيده مثلا جينا في تلمسان جينا في عنابه كاين انجليزي
إليزي إليزي رحنا مع الطيارة رحنا مع بعثة المنتخب إليزي من مسعود حكي أنا ذوك حسي مسعود جونا في بلايص نتاع 600 و500 وحتى تلحق 800 احنا طالبين من رئيس البلديه والسيد الولي يعاونونا في النقل الجماعيه احنا كارت فينا كارت ابوي قال تدينا تخلى تقعد نهارين تقعد ثم معنا تحبس هي ما تمشيش قد تدينا وتحبس ما عداش مدي بلاص ماذا بينا نطلبوا من رئيس البلديه يعاونونا في هذه الامور رانا ناس راه كاين اللي خدام كاين اللي خدام وكاين اللي يزولي راه كاين اللي يروح بدراهمه الخاصه وناخذ بدراهمنا الخاصه فهمني الشيخ بلال لا نادي من هنا ماذا بك ماذا بك انت شخصيا نعطيه مبلغ زهيد انت شخصيا انت شخصيا حاجه هابله انك تدخلنا فيه هذا ان شاء الله بينا هذه تاع الكار عندنا كار الحمد لله في البلديه زينه كواصر زينه معليش ماناش حنا طول لي تورنوا بعاد عندنا في الشهر مره في الشهر مره والله اكثر ولا 40 يوم مش تضرهم قال كيما تاع الفوتبال كل سمانه يخرج لا حنا عندنا 40 يوم بلا 35 يوم 50 يوم عندنا خرجه بعيده يعاونونا في ان شاء الله هناك واحد فافوريتي برك واحد فافوريتي فافوريتي واش تقصد بها هضره؟ كيما نقولوا اسهل اجا. كاين واحد اللقطه برك هذه كاين حنا الكره حد ديالها الناس ما تعرفهاش. الموسم تاع الكره حد حنا يبدا في الصيف مش في الشتاء. صح. حنا كيما نقولوا معناها في العطلة. كره القدم، الفولي، الباسكيت، الرياضات الاخرى كاع تتعلق مع الموسم الدراسي. صح. فهمتني؟ في الشتاء معناها كيما نقولوا احنا البلديه تحتاجوا الترونسبور تاعهم. يحتاجوه بالك النقل تاع التلاميذ وصوالح. احنا يوما يحبس كلش الرياضه تحبس كاع المدرسه تحبس نبقاو احنا نشطوا برك صح معناها قادر يمدوا لنا الكار رايحين ماش اللي قال بحسب دار ايوهم ولا قال ندوا هادشي مره واحد اشهر خمسه بس ايجابيه هذه ايجابيه زينه بالنسبه للمسؤولين فوالا الرياضه تاعنا احنا في الصيف الموسم تاعنا انطلق في الصيف نذكر هذا هو انطلق فيه كي يحبس الصيف كي تحبس المواسم الاخرى تاع الرياضه الاخرى ينطلق الموسم تاعنا معناها كاس قاعده تسنى فينا قاعده برك إلا قدروا إلا كانوا قادرين يعاونونا راها مش قانوني راهم قادرين ما يعاونوناش حنا طلب رجاء من المسؤولين تاعنا لأن راهم أسمع كون راحوا معنا منا ومنا ولا شافوا منا ومنا والله العظيم بقى يشروا لنا كار على واش راه صاير منا ومنا صح نوادي الله يبارك راك عارف قصة ديسكيتي مع واحد رئيس نادي في ديسكيتي معنا تحاورت مع واحد في فيزيت الشمال كانوا يعطونا احنا في 8 ملايين وقت 8 ثمانية أخ أقص أكبر رقم ثمانية ثمانية ما ديتهاش الشيخ معليش دوك راك عارف قال لي السيد دهجني سيفونسي الأولى بريمير عطوهم 170 مليون للكرة الحديدية خاص بالكرة الحديدية لأنه الرياضات منا ومنا ما يحقروش يقول لك شنو رياضة معناها علاقة تاع ترفيهية ولا راها رياضة أولمبية معترف بها دوليا فيها كأس عالم فيها كأس جهوية فيها كأس جهوية من جهوية معناها فيها شمال أوروبا كيما جنوب أوروبا كيما وفيها تطلب راك تطلب دوك راك مريح تطلب راك أمريح تطلب بالدرع راك مريح وشكرا ربي يحفظك شكرا نقول نرجع لك كي يقول لك تطلب وما تطلب شاركنا في دورة في واد سوف الشهر اللي فات ديت معايا 6 لي جوار 3 ملايين في مدة نهارين هذه هي حتى كثر خير مجمع اللي بداونا من عاد من رحنا في سيارات خاصة لو كان كريت السيارات راه هي هذه من ناحية المتطلبات 10 ملايين راه ما تخلص كنت تخرج قاعد تشري جوار كاملين راه ما تخلصتكش حتى الكروسة ما ناكلوش هذه نقطة صح النقطة الثانية الإعانة تاع البلدية احنا رانا راهم يعطونا في 5 ملايين شيخ 5 ملايين للعام المديرة راني ثاني نجاح مديرة الشباب الرياضة النادي الوحيد والرابطة على بالها والنوادي قاعدين على بالهم وانه نادي رياض للكرة الحدية على بالهم بالنشاط تاعنا ورانا احنا اللي هزين الولاية
هذا العام هذا تاع 2023 قصاونا من الاعانه تاع المنشر. اي قصاونا ما عطاوناش 100 دولار على الاقل. على الاقل راك شوف راني في كل عام نمد راني نمد 14 تقرير راك شايف كيفاش تخدم رام و250 معناها 750 ورقه باه نكمل التقرير كاملا. صح. على الاقل على الاقل في الورق وراك شايف المتطلبات. على الاقل في الورق. على الاقل في الورق. صح. كفر خيرهم ان شاء الله. ممكن مستقبلا مستقبلا الاخ بن عطيه ممكن عندما نتكلم عن هذا الرياضه عندها عتاد خاص. عندها لباس. عندها ممكن اعطينا اللباس والعتاد الخاص بهذه الرياضه. اللباس الخاص هو عندها بدلتين، بدله صيفيه وبدله شتويه، وعندها حذائين كما نقولوا في الشتاء تلعب حذاء عادي كما اللي نلعب به انا. صح. وفي الصيف تلعب حذاء خفيف كما هذا اللي لابسه الشيخ المساء القادم. هذول وعندها اكثر من متطلبات. احنا عندنا مطلبين، زوج مطالب، ما طالبين حاجه فوق ما نجمش ندوروا على حاجه فوق. صح. النقل والملاعب. والملاعب. صح. شكرا. اذا عاود اليك بنسالك سؤال قبل طبعا. بالنسبه ليبول هذول قداه الثمن تاعهم؟ ثمن تاعهم من 500 من 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 لا لا ثمن تاع حتى راه كي لي كون نقول هذا كون جاوبك شيخ بلا يدوخ. لا لا جاوبني بصراحه. جاوبني بصراحه صراحه صراحه فيها هو ثمن تاعهم من 800 كيما نقولوا احنا اللي كاش البروكاز والصوالح هذه عندنا احنا تجيبهم سور كومود كيما هما الخدمه تاعهم في فرنسا. هما السبيساليتي تاعهم في فرنسا متوفرين في الجزائر متوفرين في قطر. تلحق حتى 18 مليون 20 مليون 30 مليون قولي علاه. كاين اللي ديسيني فيها اسمه كاع الاسم تاعو الاسم تاعو قال جيب اسمه جرافي زيد قال سعيد بن رمان. سعيد بن رمان اس بي برك اس بي هذيك زيد لك 20 مليون هذيك ما يزوروا عليها احنا كاع نلعبوا غير تاع العاديه تاع العاديه. تم اللي تلعبوا بهم كرات احترافيه مختلفه احترافيه من لعبه تلعب بكره ماهيش داخله في اللعبه في القانون اللعبه باين يعني كرات الاولى ولا دوزيام شوا نوعيه الحديد تاعها نوعيه الحديد الميزان والقطر تاعها هي تبدا من هي راه اصناف كيما يقولوا الاساخر من 12 من 12 ل 13 هذا القطر الميزان الميزان من 650 وهبط هذا الاساخر كيما يقولوا 650 تلحق السينيور كيما احنا نقولوا سينيور راه فيها سينيور ديريكت اساخر وبعد سينيور السينيور تبدا من 700 680 ميزان و700 قطر حتى 780 ميزان و16 قطر 16. عاود لك الاخ المسعود بالنسبه لهذه الرياضه هل فيها كما الرياضات الاخرى فيها فئات قال اصاغر عدنا اصاغر مينيم كادي جينيور سينيور هي على قسمين فئتين عندنا 6 اصاغر وعندنا 42 جوار اكابر فيها فئه اناث فيها الاناث ما نجدهاش. بالنسبه لليبول كيفاش تلعب كيفاش مثلا كره القدم 11 جوار كره الحاديه كيف تلعب كيف تلعب؟ تلعب هي مقسمه على ثلاث اقسام تلعب فردي وثنائي وثلاثي. عدد فردي يلعب ثلاث كرات يعد واحد ضد واحد ثلاث كرات. عدد ثنائي كل لاعب ثلاث كرات يعني مجموعهم 6 كرات ضد 6 كرات والثلاثي كل لاعب بكرتين 6 كرات ضد اي. بالنسبه للملعب تاعها هو 4 امتار على 15 الطول 15 والعرض 4 بالنسبه لكل كل ملعب. بالنسبه للارضيه الارضيه هل الارضيه ما عندها مش محدوده مش محدوده الارضيه في اي ارضيه تلعب معنى الارضيه هل تعد نوعيه التراب ترابيه لا نوعيه ام اي ارضيه أي ترابيه؟ اي ارضيه تلعب ترابيه فيها النهائيات يديروا الادوار بجبد الادوار الاولى يديروها في الاستاد اللي هم مخدومين يتغير الكره تتغير في الارضيه مش الارضيه تتغير الكره هي اللي تتغير الكره الحديديه هي اللي تتغير النوعيه تاع الكره
تلعب بالكره على ماش لاحقين ترى مثلا الارضيه اذا كانت مثلا الارضيه ما تستاهلش كاين نوعيه في الكره الحديديه انواع قلت لك ماتيار تاع الحديد الصنع تاعها الصنع تاعها كاين اللي مصنوعه باش مثلا تلعب بها في بلاصه قال مثلا مثلا رطبه قال تقدر تلعب بها بصح كون تعود بلاصه قال مثلا اصي قاسي في الحزام هذيك الكره ما تقدرش تلعب بها لازم تحول الكره بدل الكره بدل الكره بدل الماتيار يسموه الماتيار نوعيه تاع الكره تاع الحديد تاعها وني نسيت واحد اللقطه اللي والله خرجت لي ما لحقناهاش سعيد ما لحقناهاش اللقطه ما لحقناهاش وما لحقوهاش لا لا ان شاء الله نلحقوها على ما لحقوها ان شاء الله ما ضاع حق وراء حق امير هذه هذا الفكر رساله الى السيد والي السيد رئيس المجلس البلدي الشعبي حنا نلعبوا يسموه حنا عندنا لعبه كره حديديه لعب قصير يسموه لا قصير مش طبعا لعب قصير عندنا الارضيه احنا نسموها الملعب اللي نلعبوا فيه 4 على 15 كما نقولوا احنا نديروا مثلا عده وحد نديروا 20 تيران ما تكون والو وكنا نلعبوا له الجورو سموه اللعب الطويل راه من العين البلوى ما تفرم سيد الوالد ضيا فرنا عبد الله الله يسلمك خدموه احنا ونعاونوا فيها ودوهات منظرين ان شاء الله كما قال لك حتى تعود واجهه واجهه للبلاد واجهه للبلاد واجهه للبلاد دخل اسمع دخل سياح دخل تجاريين مليحه تجاريين مليحه سياحين مليحه راه يجي والله العظيم نسبوا بالله قصا جونا يا جماعه من البديه من منيعه من جونا درنا تور وناصر جونا راك عارف كاين اللي مش عارف باللي كاين مشمش مش عارف كاع باللي كاين مشمش ينتج مسعد جو هنا ودو المشمش والدهمه والفاكهه هنا درنا حاجه احنا قلت لك الرياضه تاع تجي في الصيف تجي في الصيف راه بادي الموسم دوك الموسم تاعنا تاع المشمش هذا اللي كنت تعرفك صح جو والله العظيم قد رحموا علينا جماعه اللي في المشمش مش بس حق اسحاب سميك بهش قاع فيه فضعت جو جماعة الله يبارك جاتنا فاقة من مليعة من جميع ذوك جو هنا راك عارف اسمع من هوش بلي بول قاع هو سارجو في المشمش والله قاع عطانو دعوة خير قالت قلنا ما دابا عدو كل يوم ديرو فريق وراه صح راه ثقافة دابا راه تجاريا اقتصاديا سياحيا راك عارف قادر تاك تجي كيكيب زينا مثلا قادر ندير اشونج مع كيب من فرنسا كاع وراه ممكن علاه توأمة توأمة ممكن اي تديهم تديهم قلبك حاج تديهم وتفهم فهمتني هذه هي الرياضة راه مش غير رياضة رياضة راه تجارة اقتصاد راه راني فات وقلت له خير كبير علينا عندك اضافه خدمت هاك عندك اضافه عندي اضافه برك انا عارف انا عارف كيف نحس بك عندك اضافه الله يحفظك الحال راه اضافه انا عندي كلمه اللي نقولها لصحاب مسعد كاع اون جينيرال كاع حنا الحمد لله رانا مازالوا لنا شحيرات ونولوا ولايه صح فهمني رانا نخرجوا من ولايه الجرده نعودوا ولايه مسعد نعم حنايا في بعضنا لازم نحبوا بعضنا نحبوا بعضنا زين هذا مك هذا اللي نطلبها نحبوا بعضنا اسمع احنا كعود عندنا واحد كاع ما كانش من مثلا ما عندنا ما كانش يا خويا انا مثلا انا تقابل اكزومبل صح قال ابويا فلان يا ابو احنا فلان هو المعلم هو المعلم تاعنا عندنا صيبه حميده منهم اللهم شكون نشكروا بعضنا صح بالعكس صح هذه نرجع لك نرجع لك بالنسبه للاخلاق اللهم لك الحمد يا ربي الدورات الوطنيه اللي بالنسبه للولايات كامله اللي رحنا عليها اول حاجه انك راح تخرج باسم الولايه صح هذه واحده ثانيه راك راح تخرج باسم مصر لازم تسمح من حقك لاقصى درجه انك تخلي صوتك مليحه هذه اللهم لك الحمد لا لو هذه فليعلم الجميع جميع الحضور واللي راهم يتفرجوا فينا يعلموا باللي راه مسعد اسمها سابق كل شيء مسعد راه تاريخيا جهاديا ثوريا ثقافيا فكريا شعريا اكل مسعد هذه راه فايته الزمن تاعها ممتاز باللعب النظيف ولله الحمد والنقطه الثانيه الايجابيه انه المسعد عندما يخرج من هنا وهناك
يكون سفيرا لهذه المدينه ولهذه المدينه معروفه النقطه هذه لازم ان شاء الله يا رب حاطينها كاع يصير في روسنا والحمد لله ان شاء الله ممكن اخ سالم راه من هي شاتي نسمعوه الاخ سالم اروح لينا الاخ سالم ننتظروا ننتظروا الشيخ سالم لا ننتظروا معنا نوصل لك عندك اضافه اضافه بالنسبه للاضافه التحيه للجوار كاملين اللاعبين لاعبين نادي الرياض الله يبارك تحصلنا على عده نتائج منها بن يحيى محمد الله يبارك بميمون ياسين يعطيه الصحه بالعيد المبروك برمان سعيد الله يبارك صح بالاخص بالاخص ميمون ياسين الله يبارك يعطيه الصحه في اي في اي دوره يخلي البصمه نتاعو ونحييه من هذا تتبع القاسم ثاني جاب دوره جلف ما شاء الله ما شاء الله مع الشيخ المختار جاب الله مؤهلا للبليده انا راني سير نسمع صلاح بن سالم انا قلت قاعد الله يبارك وبالاخص صلاح صلاح بن سالم احلى تحيه لمسعود باكيه وبالقاسم قاسم وربي يبارك فيكم جميعا ان شاء الله انت ديت بطوله انت في الجلفه وتاهلت للبلاي تاهلت للبلاي تاهل للثنائي لاعب ثنائي هل تتطلب ان تتطلب هذه الرياضه تتطلب الرشاقه ام ما تطلبش الرشاقه؟ اكيد تطلب الرشاقه ولا تعود حضور ذهني شرتو الحضور الذهني تعود حاضر ذهنيا انك تعود تشوف البولك تعود تيري لازم تعود مباصي زين وراك عارف فيزي زين وهادي من كل تعود راقدين حنا كي نروحوا منا ومنا تعود نروحوا منا ومنا نروحوا صباح نهار الخميس صباح نروحوا نشوفوا تاع نروحوا لوبيرج كثر خيرها من الجماعه ثم يعطونا المبيت نقعدوا ثم نلحقوا راك عارف زمين الزوج ثم نقعدوا نريحوا اللي يدوش يدوش وبعد نروحوا نشوفوا اسطادات ونروح الليل وفي الليل نرقدوا نرقدوا بكري وصباح نوضوا نلقاو روحنا اليس بون فورم نبداو نلعب باش تكمل دوره باش تكمل دوره ممكن الاخ بالقاسم انا تعجبني كي نعود نتفرج في الفليبول كيقول له اضرب هذيك هذيك البول هذيك معناها هذه واش يقولوا لها هذه باصا كارو الهدف هذا هو تي تخيل لا لا يحكي لك على البول يعني تي لا يحكي على السقيف لا لا مش سقيف يقولوا اضرب بوله تاع فلان هذيك هي يقول لك احسن هجوم احسن دفاع هو الهجوم احسن دفاع هو الهجوم هذا كي تهاجم هذيك معناها راك شكون واحد ضيع قاعد حارته بعد أجمل, لا 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 أجمل, لا 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 أجمل 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 لحظة ليك وأنت في المسار الكرة الحادية وشي أجمل لقطة تفكرها دائما تفرح أجمل لقطة لي يعني تلاقي مع أصحابي وأحبابي هذه والله مني بغض النظر على الرياضة يعني أنا مارست عدة رياضات أجمل لقطة وتبقى لي في قلبي طول أني دار بيا أحبابي وأصحابي مجموعين مسمية منسيني ومنسك صح. هذه احسن حاجه بالنسبه لينا اما بالنسبه لان قام واحد كما نقول واحد مثلا السماحه شيخ بلال الشيخ كيحل تواس جمع لهم المراسلين ذوما لهم يديروا في هذ المجاهدين ذوما انا والله قمسميهم مجاهدين والله العظيم يمشوا مع لولا هم ما يمشوا مع الجمعيات الرياضيه يمشوا يهزوا في الانشغالات تاع الناس يحاولوا انهم يلصقوا المسؤول بالمواطن بالرياضي بكذا هذو يحضروا طول التكريمات انه واحد يكرم في واحد لما لا يكرم هذا الاشخاص لما لا يكرمون يكرم هذا الاشخاص حامل الرساله هذو والله 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 يا وجهي انا مسؤول الماتريال هذا اللي راه عدل والله قال ننشيه ونجيب لهم ماتريال عتاد زين كاع وندير لهم جمعيه يديروا جمعيه لواحدهم. لانهم همزه وصل. علاه هذوم همزه وصل. همزه وصل ما وصل بين المواطن بين الرياضي والمسؤول بين المواطن والمسؤول. علاه طول حاضر يقابل هم الفكاكه يسموه. ولا قام الفكاكه. مخالف ولا قام الفكاكه. دعني اقول لك شيئا ممكن تجهله ويجهل الجميع نحن لا اصلا لا نحب التكريمات لانه واجبنا ان مادام هذه راه هوايه دايرنا احنا راه هوايه كيما انت عندك كل عاديه داير كل راني فاهم راني من خلالك وفاهم ناس راني من خلالكم هذه فرصه باش نفهموا الناس حنا نحمل الاحداث الحدث والرياضه ومش الرياضه الثقافه الفكر كل
ولكن ليس من من في في غرارة نفوسنا أننا نحب التكريم، لأنه التكريم حاجة رمزية. كي تكلم راه قال كي تقول لي جزاك الله خير يكفي، كي تقول جزاك الله خير أفضل، لأنه كي تقول لواحد جزاك الله خير لقد أبلغت له في الثناء والشكر. أيها الأخ ابن عطية، ممكن ما هي كرئيس نادي ما هي المطلب الرئيسي للكرة للأسرة الكرة العادية؟ مطلب الرئيسي اني عطيت قلت لك عندنا مطلبين الثالثة لهما صح، ماناش ندوروا على الدراهم، مانا ندوروا على حتى حاجة. أعطونا جهة هذيك اللي عند السنتيفي نخدموا فيها ملاعب نخدموا من أرواحنا ثاني تم وفروا لنا موارد بناء وإحنا نخدموا. أعطونا الموافقة برك، أعطونا الموافقة برك صح، والنقل لا لا مش موافقة برك، راح يشد عليها التاريخ. لا لا يعاونونا يعاونونا قلت لك معنويا معنويا البيض. لا لا انا قادر مباشر قادر يقول لك هاش معي زين راه عليك راه خدم نوحلوا فيه اللي يعاونني جي لك وين حيا من عندنا وحيا من 14 معنا صح صح حيا من عندنا وحيا من عندهم وناخذوها وناخذو في بلادنا نعاونوهم احنا نعاونوهم هما يعطونا مواد لبناء وحنا ناخذ بارك الله ديال دائما اللهم اللهم بقلبه لا بلسانه. هو راه رسالة ضمنية هنا كي يقول أعطونا الملعب، الملعب ما تقدرش تدخل مو وحدك كتعود توين أنت ما تقدرش. لا لا خدمو هاو ها اسمحني 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 ملعب بروفيسيونال ثم راح نديروا واجهة للبلاد أولا وثاني الملاعب بروفيسيونال معناها احترافية معناها كي يجوك الناس منا ومنا يتنزهوا كي حتى المتفرج دير له بلاصه وين 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 البلاصه اللي تاسس منها النادي مش سامحين فيها هذه البلاصه اللي تاسس فيها النادي داير لها الدورات النهائيه صح صح نصف النهائي والنهائي هذه هي بلاصته صح لانه هنا تاسس النادي مش سامحين فيها البلاصه طبعا الدوره طبعاً. الكبيره اللي راه اللي تفوت حتى 60 70 ملعب نحوسوا نديروه للواجهه ثم نحيي ناس بوسعاده كانت عندهم واحد البلاصه في الدخله نتاع البلاد ما تسوى بول وبفضلهم الله يبارك داروها واجهه انها تريح فيها العوائل عندنا بحكم انها بلاصه منطقه هيك سخونه شويه بوسعاده عاد العوائل تخرج تما تريح في بلاصه تلقى حتى الفوارات داروا فيها بلاصه فوارات داروا فيها لي طارطون رجعوها قمه عاد الدخله نتاعها الله يبارك تحيه لهم اختراق حتى ديرها احنا عندنا احنا بامكانياتنا وش راه في روسنا ان شاء الله احنا واش راه في روسنا ان شاء الله بربي اللي جينا تما يعطينا حوايج اخرى يتنزل عليه يريح. ممكن الاخ سعيد عندما نتكلم عن الرياضه قبل السؤال برك هل هناك انخراطات بالنسبه للصغار عاد كم انتم كيباس صغار فرق اكيد اي رياضه فيها انخراطات واحد منا ما ولعب منا ما كاين هذا الزوار صغير نجيبوه انا راه الله يبارك الله يبارك اي رياضه يا اخي قلت لك الرياضه هي راه مش مقتصره على كبار السن هما راه الناس يحسبوها كبار السن ولا اللوتريه تاع لا 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 اي رياضه فيها صغار راه رياضه رياضه اولمبيه هم عندنا ارض هذا جوار هذا راه جوار قد عمرك سنه مازال ما خدمش الله يبارك هذا راه ينتظر ان شاء الله بيعد عنده ملعب قلت لك بن فكر حاليا 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 في ولايه الجلفه والولايات كاع راهم ياخذوا في راهم ياخذوا في البروجيات تاع كاين اللي راه بدا وكاين اللي راه داير بروج ياخذوا في القاعات لي سال سبيساليزي تاع ليبول تاع ليبول لي سال سبيساليزي مازال نستناو قافل في الارضيه في الارضيه برك الأرضي. والله يبارك عندنا مساحه احنا مساحه الله يبارك الوالي وافق الوالي على ملعب مغطى يقول السعيد يقول يقول لك عادل النووي سعيد بن رمان من اكثر اشخاص اللي خدموا للرياضه في مساله التاريخ يشهد له بارك الله كون فريق كره السله كان احسن فريق واصل به تحقيق مراتب وطنيه. بارك الله فيك. حتى مش عندما نتكلم عن الرياضه المسعديه كانت من كانت تتطوع وكانت نتائج عاليه جدا. كانت الناس متطوعه في نيفول وخلاص. ولا روح كردي كيلو بطاطا خليه الدار وروح للصيف ولا الوهر ولا كذا فريدي برك. انا والله ملي واش نقول لك يا ولدي الاخر راه شغل هذه ما تمشيش. الام راه الله يبارك شحال عندنا اطار دوك الهمسات الله يبارك اللهم صل على النبي. مستشارين مستشارين كذا 70 مستشار في الرياض 70 مستشار الله كذا 70 مستشار في الرياض حنا بكري والله 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 راك تعرفوا التاريخ تاع متطوع الحيه كاع
شوف خلي كير تاع الجبير خليها شويه على كل واحد ديما عليها شاف نكسروا شويه معليش 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 دي ترمو تاع رمضان تاع الفوتبول قلت لك الناس عايشه فهمه كانت الناس عايشه شيخ بلال كان عدم اول 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 مسبح في مسعد كان في بحر الشيخ بلال الشيخ دعنا الله يرحمه الله يرحمه اول مسبح اول مسبح اي الشيخ تاع الشيخ دعنا الله يرحمه الشيخ ترى ما عندكش ترك ما عندك يا شيخ اي لقطه عندك يا استاذ على مسعد انا نحكي على مسعد علاش هذا يكملوا عندنا سفير عندنا سفير انا من والله مسعد انا والله من مسعد عندنا واحد سموه محمد بن يحيى لاعب كره حديقه ربي يحفظه سفير تاعنا هو ساكن في جهه المخرج ومنخرط في في الرياض نادي الرياض كره حديقه عندنا خرج يجي الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك شوف هو راه دو منا كاع اصغر منا كاع صح والله نعتبره ابونا كاع فضل من نساوه فضل الله يبارك اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم شوف محمر له جهد وبارك الله في شيخ ربي يحفظك ان شاء الله ودي اضافه للاخ لوكاس نحكي لك على مسعد في اللي زاني السبعينات الثمانينات بكري كانوا مسعد ولاد نايل ولاد نايل بارتو يديروا قرار على ولاد نايل مثلا ماشي نحكي لك تاع راسيزم وحيد يعني نحكي لك على بكري من كانت شيوخها كانوا يديروا كاع الرين يديروا في الجلفة وصحاب مسعد هو اللي يقرروا كانوا هم اللي يخرجوا القرارات فهمتني صح معناها واش نقول لك كان عندنا الله يبارك كان عندنا الشيوخه فهمتني الحمد لله نتمنى وراني على مسعد كوفلي انا ماشي نحكي على روحي صح نتمنى 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 مادام طلعنا ولايه بربي ان شاء الله راه ضمن بربي ان شاء الله يا رب نعودوا كيما ذاك الوقت عندنا كلمه فريد ليكونها تخدم البلاد المصلحه السبتي محمد السبتي محمد نسمعوا السبتي محمد شنو يقول الاخ السبتي محمد قال يقول بكري في 2010 كان المتنفس نتاعي الوحيد نروح نتفرج فيهم عند المدخنه كانت متعه بالنسبه لي ربي يبارك فيه ربي يحفظ سعيد وطاطا وعبد الله وبن سالم وحميده بن الزين ربي يحفظ اذا عندك اضافه للترفيه راه الترفيه للترفيه راه خارج هذه الطاقه التغطيه قالوا جي الشيوخ ربي يحفظك شيخ بلال وصلت الرساله ان شاء الله الوالد يقول والله قال جيت ثم والله اسمع لعبوا معك الشيخ المختار ثاني تاع البلديه دريت البلاد هم يعودوا ثنائي هم الثنائي يقول لك اسمع نلعبوا يعودوا هم الثنائي لا ربحتنا اعطينا الارضيه لا ربحناك اعطينا الارضيه ولا ربحتنا باش النبي لا ربحتنا نخدموا الارضيه اذا ربحك اذا ربحكم يعطيكم اذا ربحتوه يعطيكم الارضيه واذا ربحكم يعطيكم الارضيه نخدموا احنا الارضيه اعطي هذا اعطي هذا ان شاء الله يا رب لا حي اخر حي انا حي الشيخ ترفيه لا لا نحكي كنا نترفيه جو الشيخ سمعوا باللي داخله في الله راه بسم الله داخله في الله الشيخ بلال جو الشيخ داخله في الله زعما شيخ مقابلين هك يعملوا بالحق مسعد ولا ولايا يعملوا هكا با يعني قعدوا قتل بالحق يعني ملا قالوا عدوا سبعه عندنا ثلج ولا شيء شكرا لك قاسم يا ثلج اذا عندك اضافه او سبعه اضافه بالنسبه للتيران اللي رانا طلبناها ان شاء الله هو يعطوها لنا ان شاء الله ان شاء الله يكثرون فيها الماء يا رب لا يا رب سهل سهل اللي بور راه تستلزم شوفي ربع ساعه شوف معايا الارضيه راه واش تحتاج راه تحتاج مكتب تحتاج قاعه مدرجه مدرجه ومرحاضه هذو راه مش قاعد يتم في فراش ولا ولا هذه هو الحوايج الفنيه هاي بعد بعد الفنيه ان شاء الله اذا يداهمنا يداهمنا الوقت ساعتنا انتهت كما بدأنا من أين بدأنا نعود هذه رانا شفنا الإنجازات تاع نادي من نوادي الكرة الحديدية أسرة الكرة الحديدية تلقينا مع مجموعة من الأسرة الكرة الحديدية كانت جلسة طيبة إن شاء الله إن شاء الله تكون جلساتنا دائما طيبة وإن شاء الله نعود نفكر بالتفكير الولاية نخرج
من قوقعة الدائرة والبلدية، ونعود نفكر التفكير التفكير الولائي إن شاء الله. كريم كريم يا بلال، وراها الرمانة راه نحوها نحوها. لا لا راه نحوس يعاودوا لها إن شاء الله. إذا راهم يخدموا فيها ويرجعوها إن شاء الله أحسن وأحسن إن شاء الله. هي راها فكرة مليحة حكاية الرمانة، قوي لما تخدم لنا إن شاء الله إن شاء الله. عامر عامر قراب قال لك يا قل لباكرية راك مشرفنا في في الدورة الوطنية. الأخ مسعود في النهاية كلمة أخيرة في دقيقة. في دقيقة نطلب من المسؤولين الطلبات اللي رانا طلبناهم، مش حاجة مش حاجة كبيرة، ونشكر كل اللاعبين. نشكر كتا الشيخ بلال، راه الله يبارك، راه أول واحد يديرنا هذا اللقاء ونشوف الإنجازات النادي السلبية والإيجابية منها. يعطيك الصحة وبارك الله فيك إن شاء الله. وسلام كامل ل 58 ولاية، أصحابك 65 و 58 إن شاء الله ولاية إن شاء الله. 65 نحكوا على 58 ولاية إن شاء الله. أصحاب كرة الحديدية، وسلامي لكل النوادي التابعة لولاية الجلفاء. بارك الله فيك ويعطيكم الصحه وان شاء الله ان شاء الله يا ربي الحله الجديده ان شاء الله مش مطوله ان شاء الله نديرها ان شاء الله. ناخذ العطيه في دقيقه في دقيقه لا ما نقولكش في دقيقه في ثانيه. شكرا لك شيخ بلال، ان شاء الله خويا. نشكرك الشيخ بلال، راكم مرافع روسنا، وانا نقول لك فيها من قلبي والله يحفظك. وبين وعد السيد نقول له دي اهداء ليه، هو السيد مسبى المختار، راني عاطيه ذي الاهداء من عندي انايا، فهمت؟ كان لي يخدم في الرياضه، وربي ان شاء الله يحفظه ويحفظك انت ثاني ان شاء الله. في دقيقه انا ما ننساش الشيخ بلال، ربي يحفظه ان شاء الله يا رب. جماعتي كاع تاع الكره الحديدية، والناس مسعد كاع، ربي يحفظهم كاع ويحفظك، وربي يحفظ الشيخ بلال. قولوا كاع كاع مسعد يقولوا في الحفلات يقولوا كاع 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 كاع. ربي يحفظك. اذا نختم بهذا النجم هذا. مازال ما سلم عليه. وشني اللي خلاتك تروح للكره الحديدية؟ جيت نتفرج يا شيخ، وبعدها عجبت الكرة هذه، يلعبها بطريقة احترافية. سبحان الله، راه موهبة موهبة من ربي سبحانه وتعالى، موهبة. نوصيك ضيف إليها، أولا الدراسة، لا تنسى دراستك، وثانيا لا تنسى القرآن الكريم والصلاة، هذو ما تنساهمش. إذا كنا في جلسة مع الكرة العادية، الأسرة الكرة العادية، نتمنى أن هذه الجلسات تتكرر وإن شاء الله يتحقق الهدف تاعهم. تحياتنا لكل من تابعنا ومن يشجع الكرة المسعدية عامة والرياضة المسعدية عامة، وتحية خالصة لكل مسؤول وطني مخلص يدعم الرياضة المسعدية لتعود إلى مصاف المدن الكبرى المتطورة، لما لا نحقق إنجازات أكبر وأكبر إن شاء الله، نجاحات إن شاء الله في المستقبل الكرة الحدية المسعدية. نتمنى إن شاء الله من السادة المسؤولين السلطات الولائية والسلطات المحلية تدعيم هذه الرياضة لتحقق نجاحات أخرى وتمثل مسعد أحسن تمثيل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.